طيب مثلتي قبل بالباروكة؟ أي لأكثر من مرة. أي ليش؟ لأنه أنا محجبة والحجاب يعني وماكو خسارة رب العالمين أرحم الراحمين والآخرة خير وأبقى مثل ما يقول الكتاب الله العزيز، بس هذه عيشتي. أنت مقتنعة أنه الباروكة هي بديل للحجاب؟ إذا أي شكل يقولون أنا لا أنا يعني أنت حسب قناعتك. قناعتي إنما الأعمال بالنيات ولكل مرء ما نوى، أنا ورب العالمين. أكيد، بس جمهورك يريد توضيح. جمهوري التوضيح هو مو الله سبحانه وتعالى. أنا قلت لك لبست باروكة. إيه لبست باروكة بأكثر من مسلسل بصراحة، من فاتنة بغداد ويا الأستاذ علي أبو سيف المخرج العراقي اللي أوجه له تحية، إلى مؤخرا أيضا. إلى مؤخرا طبعا، مسلسل فندق ظهرتي بمشهد أيضا صدم الناس، خلى تساؤلات أنك ظهرتي بشعرك كامل وحقيقي. لا ما نزعت كنت لا تلبسيها بالمشهد، بس كان واضح الشعر. لا شو بدرك واضح أني لابسة باروكة، يعني كان مبين طبيعي. هي طبيعي الشعر طبيعي. إذن كان أيضا باروكة بالفندق. إيه بس مو كل المشاهد، لأن أنا كنت محجبة بالمشاهد. نعم. الأخرى بعدين هذه هو الله إلى الله ربنا واحد. بس هذا الأمور الدينية ما ندخل بها، إحنا أمور فنية نحكي. الحجاب مو يعني كفنانة قيد كبير جدا؟ كلش قيد كبير للأمانة. أنا دا أقول لك بسبب راحت من عندي كثير من الفرص. وأنا أقول لك شغلة ساري، إنه إحنا شغلتنا التمثيل، إحنا مرآة للمجتمع، لازم نأدي كل أدوارنا كل مشاهدنا بشكل صادق. يعني مثلا أكو امرأة متزوجة، كانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو آنسة حتى أو طالبة مدرسة، تدخل بسريرها بالليل تلبس الحجاب؟ مستحيل. إلا إذا يكون المخرج يسوي مشاهد ما يقلل. يصير يعني مشهد مشهدين ثلاثة أربعة مو ما مخطية. مرات إنه المخرج من يصر على هناء محمد هم يداريها يلغي هذا المشهد، بدل ما يسوي بغرفة النوم يسوي بالمطبخ، بس هو ما يسوي كل المشاهد. يعني بدل ما تنام ترجع المطبخ تفتح ثلاجة، بس هو مو كل المشاهد. طيب سؤال، وأنت معروفة بصراحتك يعني إذا هي هيك ما تقولي هيك مثل ما تقول، تسرعتي بقرار الحجاب؟ ما أدري، بس أنا يعني لبست عن قناعة. إذا يرجع الزمن شو راح تسوي؟ أبقى بالحجاب بس بالتمثيل وحد، تمثيل شغلي وحد وعباداتي لرب العالمين، أنا ورب العالمين. ما أفكر أنزع بالحياة. مو ممكن تزعي؟ مو ممكن، ما أفكر. لو أريد أنزع كان مثلا من جاني عمل، فرصة عمل إنه وعد الفرص اللي راحت من عندي يا بدي خلى نزع. لا أنا ما نزع للحجاب، لأن هذا لله، لا إلك ولا السين ولا الصاد ولا الأحد، هذا لله. نيتي طيبة وخالصة. قناعتك الشخصية أولا هو لله. أنا لو مو مقتنعة ليش ألبسه؟ أكيد. طيب هناء محمد مع حفظ الألقاب متهمة بالإساءة للمرأة العراقية.